اهلا بكم يا اصدقاء في سلسلة اختبر قدراتك في الشطرنج في الاختبار رقم 1. سلسلة اختبر قدراتك في الشطرنج من اعدادي دكتور عصام حمد. السلسلة دي هي عبارة عن اختبارات، وكل اختبار عبارة عن دور لأقوى لاعبي العالم. في كل دور بعد ما نخلص الافتتاح بنقف عند موقف في وسط الدور، وكل موقف بنديك وراه 3 دخلات مقترحة ان انت تلعبها، وبنقول لك اهميتها ايه، وليك ان انت تختار احد هذه الاختيارات. وكل اختيار له درجة اقصاها 5 نقاط، يعني 8 مواقف مجموعهم 40 نقطة. في نهاية كل دور بتجمع نقاطك اللي انت بتحرزها وبتخرجها مع جدول النقاط لتستطيع التعرف على مستواك. وانصحك تجمع نقاط 5 اختبارات وتعمل متوسطها وتقارنها مع الجدول. لو انت احرزت اكثر من 35 درجة بتبقى تعتبر استاذ دولي كبير. لو من 25 ل 35 فانت استاذ دولي. من 20 ل 24 انت استاذ محلي. من 15 ل 19 فانت لاعب قوي. من 10 ل 14 لاعب متوسط. واقل من 10 بتبقى مبتدئ. شكرا ويلا نشوف الاختبارات. الدور بتاع النهاردة بين كارلسون بالابيض بطل العالم ووانج هوا اللاعب الصيني. E4 C6 D4 D5 افتتاح الكاروكان، وده اختيار صلب للاسود، ولكن لازم ياخد باله ان هو ما يلعبش بطريقة سلبية على طول عشان هيوصل لموقف ضعيف. E5 بيشوب F5 بيشوب E3. اللعب المعتاد هنا هو نايت F3 بيرد E6 بيلعب بيشوب E2 وموقف معتاد، وبيوصل من الابيض للتفوق في المساحة. انما نرجع لنقلتنا اللي هي بيشوب E3 E6 نايت D2 نايت D7 نايت اللي في G F3 بيشوب G6. وبيقول هنا هو ان كان ممكن ان هو يلعب H6 عشان لما يطلب الفيل يرجع ل H7. المهم النقلة بتاعتنا بعد الدور بيشوب G6 بيشوب E2 نايت E7 نايت H4 C5. استحسن للاسود انه يحافظ على زوج الافيال بتاعته بواسطة نايت F5 حصان F5 فيل F5 ويحتفظ بالفيلين في الاسود. انما هو لعب C5 C3 نايت C6 نايت في G6 H في G6 نايت F3 روك C8 بيت لعب E6. وهنا نوصل للموقف الاولاني. عندك 3 نقلات هنا هو A3 بفكرة لعب B4 وتكسب مساحة في جناح الوزير. النقلة الثانية G3 بغرض ان هو يلعب H4 وياخد مساحة في جناح الملك. النقلة الثالثة H4 وبيكسب مساحة فورا في جناح الملك. وقف الفيديو وشوف ايه النقلة اللي انت هتختارها. لعب G3 واخذ 5 نقط، وهنا الابيض بيخطط لاخذ مساحة في جناح الملك. تاني نقلة H4 وهي نقلة جيدة فعلا وبتوصل لنفس الشيء تقريبا. النقلة الثالثة A3 عشان يلعب B4 ويكسب مساحة في جناح الوزير. نرجع للدور والنقلة G3 بيشوف E7 لعب H4 B5. وهنا نوصل لتاني موقف. الاختيار الأول A4 عشان تكون نشط في جناح وزير،
او اثري علشان توقف تقدم الاسود في جناح الوزير، او كوين دي تو عشان تربط الرخين. نوقف هنا. النقلة هي A4، نقلة ممتازة لإبقاء الأسود مشغول في الجانب الآخر بينما هو يخطط للعب في جناح الملك. كارلسون بيقولوا عليه إن هو في الدور ده هو بيلعب زي لاعب التنس اللي بيلعب على الجناحين، النقلة كوين دي 2 عشان يربط الرخين واخدة نقطتين، النقلة الثالثة A3 لإيقاف تقدم الأسود واخدة نقطتين. الدور تكمل، كوين B6 لعب A في B5 عشان بيفتح عمود الـ A للرخ A في B5. وهنا وصلنا الموقف الثالث، أول اختيار روك A2 علشان يزوج على عمود A. الاختيار الثاني كوين D2 عشان يربط الرخين. الاختيار الثالث كينج G2 علشان يفتح الطريق للرخ لعمود H ويكمل هجومه في جناح الملك. اختار. كارلسون اختار كينج جي 2 بيفتح الطريق للرخ لعمود اتش. النقلة اللي هي عايزين نتذكرها وبعد كده هفكركم بيها، النقلة الثانية كوين جي 2 دي اخدت نقطتين، ودي طبعا علشان يربط الرخين. اذا لعب الاسود نايت A5 على اساس الدبل ده هو بيحصل H دي سي بيشوب سي بيشوب سي نايت سي B4. النقلة التالتة روك A2 دي اخدت نقطتين ومش فكرة سيئة، ولكن لو كانت في جناح الملك هتبقى احسن. نرجع للدور والنقلة بتاعتنا اللي هي كينج جي 2. الدور كمل، سي 4 نايت جي 5 مستمر في وضع الاسود تحت الضغط، كوين جي. وهنا هو بنوصل للموقف الرابع، هل تلعب نايت في E6 تضحية وتفتح طريق قدام الملك الاسود، هل تلعب بيشوب G4 وتضغط اكتر على جناح الملك الاسود، هل تلعب روك H1 وتدخل الرخ للمعركة؟ ايه النقلة اللي احنا هنختارها؟ النقلة اللي اتلعبت في الدور هي بيشوب G4. النقلة دي تبان كأنها نقلة مش ملائمة، انما هي بتعمل فكر تضحية لقطعة على الاي 6، وهنشوف ايه اللي هيحصل بعد الضغط ده على موقع الملك الاسود. روك اتش 1 هي تقريبا التكملة المنطقية. تعال نشوف النقلة الثالثة اللي هي تضحية. الابيض لسه عنده هجوم
ولكن اكثر قوه ان احنا نحضر للهجوم شويه كمان. نرجع للنقله الصحيحه اللي احنا قلناها، الاسود لعب بيشوب في جي 5، بيشوب في جي 5 دي الطريقه الصحيحه عشان اخد احسن من اخد بالبيضه على طول، علشان هيكل البيادق كان هيفقد كتير من المرونه بتاعته. كوين سي 7 هو وصلنا للموقف الخامس. قدامنا ثلاث اختيارات هنا هو في الارض، كوين اف 3 ادخل قطعه جديده للهجوم، الاختيار الثاني روك اتش 1 اجيب الرخ على العمود وابتدي اهاجم، النقلة الثالثة اتش 5 افتح عمود اتش كار وتشوف هتلعب ايه. النقلة الصحيحة اللي في الدور ده هو واللي لعبها كارلسون روك اتش 1، روك اتش 1 جاب الرخ لعمود الاتش اللي هيفتحه كمان شويه وهيبتدي يهاجم الملك. النقله الثانيه اللي هي اتش 5 نقله برضو كويسه وهنئك ان انت لعبتها، ودي بتاخد اربع نقاط. النقله الثالثه وهي كوين اف 3 بتجيب الوزير لجناح الملك ويبتدي يحوم حوالين موقع العمليات، ودي واخده نقطتين. اللعب كمل ازاي؟ روك اتش 1 حصان بي 6 اتش 5 بيفتح عمود اتش قبل ما يستطيع الاسود انه يلعب في الجناح الثاني جناح الوزير. جي في اتش بيشوف اتش، الاسود عاوز يكسر الرخين والابيض مش مهتم بيك الموضوع دهوت علشان هيعمل توتر في جناح الملك. نايت اي 4، ودلوقتي وصلنا الى السؤال السادس. عندك ثلاث اختيارات، الاختيار الاول بي 3 بتلعب على الناحيتين بتوع الرقعه، النقلة الثانية كوين سي 2 بيحمي البدأ بتاعه وعلى مهله كمل لعبه، النقلة الثالثة بيشوب في اف 7 والأبيض هيخلص الدور. فكر في الموقف وهنرجع. شوفوا النقلة اللي لعبها كارل بيشوب في اف 7 بيبتدي الهجوم النهائي بنقلات محسوبة جدا. بالنسبة للنقل بي 3 علشان يلعب نايت في جي 6 يلعب كوين اف 3 ضارب على الحصان وطالب البيضة، كوين سي 2 هي مش نقلة وحشة حد ذاتها ولكن متوسطة وتساوي نقطتين. تعال نشوف الدور كامل ازاي. بيشوب في اف 7 كينج في اف 7 كوين اف 3 كش، طبعا كلام منطقي، كينج جي 8. اذا كنت عاوز تلعب كينج جي 6 فخد بالك من النقله بيشوب اف 6، واذا كنت شفت النقلة بتاعة الكينج جي 6 والرد عليها اللي هي البيشوب اف 6 هتاخد كمان خمس نقاط. نشوف تكملة هتبقى ايه. روك اتش 8 كش، خلص من احد المدافعين، اكلب الملك، جاب الرخ الثانية اللعب بتمبو
رجع تاني الملك. تعال نوصل للموقف الجديد ده اللي هو وراه السؤال السابع: هل تلعب بيشوب اف 6 عشان تفتح موقف الملك بالقوة، ولا تلعب روك اتش 4 علشان تيجي بالرخ لعمود جي، ولا تلعب كوين اتش 5 علشان تخش الموقع الملك عن طريق عمود اتش؟ فكر وشوف هتعمل. الابيض لعب كوين اتش 5، خمس نقاط، نقله مهمه، والهجوم اخذ اكبر قوه دفع. لو كان الابيض اختار بيشوب اف 6، النقله دي اعتقد كتير منكم هيختارها، ولكن الاسود هيتعلق بيها بعد النقله الوحيده بتاعته اللي هي كوين اف 7، ولسه قدامه نقلات صعبه، انما الى حد ما الموقف اتحل الى حد ما. النقله الثالثه وهي روك اتش 4، نقله الحقيقه ما بوظتش حاجه، انما بطيئه، وان هو يجي في عمود الجي ما اعتقدش ان هي فكره جيده، عشان الشغل اكتر احسن على عمود الاتش. نرجع للنقله الرئيسيه اللي هو لعبها كوين اتش 5، فلعب روك اف 8. ونيجي هنا للموقف الاخير، بيقول عندك ثلاث اختيارات: الاختيار الاول اف 4 علشان اقلل المجال بتاع عمل الرخ الاسود وامنع اللعب المضاد، او بيشوب اف 6 عشان افتح الموقع بتاع الملك بالقوه، او كوين اتش 7 وابتدي اصطاد الملك. فكر. الابيض لعب بيشوب اف 6، خمس نقاط. الاسود حاليا بدون امل قدام تهديدات كتير، او خد بالك من ان الوزير الاسود ده معلق، وهو هنا سلم وانج هاو. تعال نشوف النقلة التانية تاخد ايه. النقلة كوين اتش 7 برضو جيدة، وتاخد خمس نقاط، بس على شرط انك تكون فكرت في التحليه دي اللي هي كينج اف 7 روك اتش 6. كنت فكرت فيها تبقى تستحق النقاط، ما كنتش فكرت فيها كوين اتش 7 ما اكتملتش وتاخد نقطتين. النقله الثالثه والاخيره اف 4، وهي نقله ما بوظتش حاجه ولسه محتفظه بالموقف هي، انما بطيء. وهنا ينتهي الدور ده، وطبعا اللعب بمستوى كارلسون مش سهل، ولكن لازم نفتكر دايما النقله كينج جي 2 ونقل الرخ لعمود اتش لازم نستخدمها ونفتكرها. وشكرا.